بتحمل مو كيف؟ بتحمل صراحة. ان شاء الله. قلت لي سم زراعي احتمال معطينه كيماوي. كيماوي اعطيه كمان هاي بسرعة. خلص 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 خد هوا يلا. بس ولا بهمش بهمش الكرب بخربط قاعد. اعطيها بالضبط. ايوه غرزات ارفع له اياها. خلص فتوه على الاخر. مش راح يتحرك اخي. افلته شوف. هاي معروفة بتنعطى لكل شد حيلك يا لكي بتهون. هذول البشر بحبوا يسموا الكلاب مرض. هذا مرض زلمة والله العظيم فتاك السم بالخاص لما الكلب بتعذب. لسه الكلب اللي بيموت على المحل بالزبط. اهون بلا في كلاب تقعد تتعذب حتى بتعالج تقعد فتره تتعذب مسكينه. خفت ضربات القلب الملاحظ؟ صح؟ واللهتين خف. جمال يبقى قاعد ولا بيعمل اشي وبلهت ونبض مش طبيعي. عادي كل الكلاب هيك بالصيف بشكل سريع لا كثير. لا عادي. هسا انا عندي بالصيف قاعد كلب بكون عالي الكلب لانه فيش له بسمات. تبقى الدنيا شوب بكون لسانه برا ويلهت وتحس ضربات قلبه سريعه بالصيف بس بكون بالفعل طبيعي. طبيعي المهم انه لما يكون هيك ما بقعدش ببرخش ببرخ بالايام العاديه كان يبرخ ما يلعب ويلاهت وهو قاعد بلاهت. هو قاعد بلاهت طبيعي بس بمشي بنط وبلعب. بلعب. لا لا ملهاش علاقه هاي الملامسه عادي. الكلب بيطلع كله من لسانه. بس مش ملاهت عاديه يعني بشكل سريع عادي سريع. عادي عندي بيبكوا مرات قول عنه ديناصورات مش كلاب. غلط يعني علاج ضره. حكيت الابره اللي اعطيته اياها ابره خطيره جدا. شوف كيف اتعبت الكلب. راح تستوي على اخر وان شاء الله انه بكون منها يعني خطره خطره بس يعني ان شاء الله تمام. اعطيها يا ابراهيم في الركبه وعكزك. امسك له اياها امسك له اياها من تمه. اعطيها بالله شو اسمه الكلب؟ لكي. شايف السم شو بيعمل يا زلمة والله حرام بيعذب الكلاب. حكيت هذا لو تعالج صح من الأساس شايف إن كان ولا إشي يعني أخطر منه حالاته وعالجته بس الله يسامحه. البيطري يبصر شو معطي لك إياه. ولو تعالج صح انبنع صح خلص كان كمنا له إياها بعلاج أسبوع كمنا له السم كله يعني. الكلب حتى مش من اول يوم تعطيه برطاب سم توقف لا بدك تكمل له. بدك تطلعه منه بدنا بس ليله واحده بزبطش. بدك تطلعه كله تطلعه من نطلعه من حاله السم كلها. ليش نابل طالع برا كان اول طالع؟ كان ضربه زمان وهو صغير. كان ضربه عشان كان مع واحد حصاته سلوط على وجهه اخذته منه. تعرفش تعرفش اسماء الدواء اللي اعطاه اياها اللي قال لك بالغلط؟ لا والله.
روح لي على طلع لي معك السيارة انت روح لي على الصيدلية رخيصة هاي بس حكي 5 شيء اجيب زي يعني كله اعطيني واحدة زي هاي بيع الكعك وين في هاي ثبت لي اياها منيح وين بدك تضرب فيها هيك اول كمامة خذ ضرب لي اياها بالعضلة لا بعدين هاي هاي ضرب لي اياها بالعضلة ثبته منيح منيح دير بالك بلف حاله بكزه يلا جاهز طلعنا من علاج الكلب اطلعنا من مرحلة الخطر وبدنا نكمل خليه يكمل له بعد فترة نشوف كيف